بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صوما مقبولا. سؤالنا اليوم عن حكم صيام المرأة المستحاضة، والمرأة هنا نقصد بها البنت أو السيدة. الأول، يعني إيه الاستحاضة أو المرأة المستحاضة؟ إحنا عندنا في حاجة اسمها حيض، وده ليه أوقات معينة كل واحدة بتعرف أيام حيضها أو العادة بتاعتها، ولكن الفقهاء عندنا قالوا ممكن الواحدة تتغير أيام الحيض بتاعها ولا تستطيع أن تحددها تماما. عملوا إيه؟ قالوا ممكن نحسبها إحنا من أقل الحيض لأكتر أيام الحيض. إحنا بناخد على مذهب الإمام الشافعي وبنقول إن أقل الحيض لحظة، وإن أكتر أيام الحيض بتبقى 15 يوم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الواحدة لو عندها عادة وعرفاها أيام الحيض وجالها في الوقت اللي بيجي لها في الحيض وقعدت مثلا بيجي لها 7 أيام، فلقيت إن 10 أيام من 7 أيام ده يعد من الحيض، في الوقت ده لا يصلح لها أن تصوم أو تصلي. طيب فضلي كده مستمرة أكتر من 15 يوم، يبقى حكم إيه بعد كده؟ بعد 15 يوم، بعد 15 يوم الحيض بقى ده بينقلب بنسميه استحاضة، فهو ليس دما فاسدا يخرج على سبيل الصحة، وإنما هو دم آخر له حكم آخر. إحنا بنتكلم عن حكمه في الصيام. يبقى لو مدة الحيض زادت عن 15 يوم، الزيادة ده والدم نازل بنسميه استحاضة للبنت أو للمرأة، صيامها في صحيح وتنوي الصيام مباشرة، يعني بعد 15 يوم تروح هي مغتسلة وبعدين تنوي الصيام من بالليل وتصلي وتصوم. يبقى صوم المستحاضة بهذا المعنى صحيح لا شيء فيه، لأنه ليس دم حيض وإنما دم استحاضة. نصوم وربنا يتقبل منا جميعا، وصوما مقبولا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.